ومن الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة ما جاء في الصحيحين أن صفية بنت حيي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قالوا إن حجبها فهي زوجته وإن لم يحجبها فهي أم ولد، يعني رقيقة يتسرى بها. قال والرقيقات في الحكم كحال الحرائر، نقول صحيح، لكن إذا جاءت الأدلة بالتفريق فلنأخذ به. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمن الصحابة أن الرقيقات لا يغطين وجوههن بالتفريق بينهن وبين الحرائر، هذا معروف ومشهود بدليل هذا الحديث. ولذلك يعني في رواية أحمد قال وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رداءه على ظهرها وعلى وجهها، دل على أنها زوجة له عليه الصلاة والسلام.